لبيه لبيت حاج في موقف امنعنا من احراجات الله يرحم والديك. ايه محسن، موقف ما تنساه او مرحله مرت عليك ما تنساها، سواء في الدراسه موقف مر عليك حزين فخم، يعني رجع الذاكره ورا شوي. لا انا المواقف هذه كلها انساها، ما احتفظ فيها كلها تنساها. يعني لازم احنا نجيبها بالعلاج. لا الله يرحم والديك. طيب محسن، عطنا سالفة يا طول عمر السلامة المطعم اللي في الأوبرا. كان معه ولد خاله خالد. تذكر مطعم في الأوبرا كان معه ولد خاله خالد. والله إني ما أذكر. ما تذكر؟ أنت عندك مواقف يعني مسجلين عليك؟ لا موجود يعني راس السالفة كذا. ما والله ما اذكرها. والله دحين ناسي. انا ترى اي ولد هنا ناسي. طيب وش سالفه؟ انا ترى هدايفي واجد، راي هدايف. طيب ولد خالك؟ ولد خالي خالد مبارك مسي عليه بالخير. يستاهل. ليش الرجال دايم يقول لا تصور لك؟ لا تصور لك كل؟ ايه هو يقول لي؟ ايه دايم يقول لا تصور لك. انا اللي اقول لا تصور لك، هو سلال التصوير. لا لا تصور لك دايم. لا هو خالد يقول لا تصور انت لك دايم، ليش؟ رجال هو يبغى يقلبها. لا والله لاني كل ما صورت لك تذكرت السالفه. هسلم حقت الاوبرا دي. ايه ايوه كل ما صورت لك يصير شيء والله العظيم. مره مرات كنا في المطعم صورت الشاب ونزلتها، اقسم بالله هذه من طفت كهربه المطعم. حول اي والله يا كافي يا كافي. الاوبرا هذه يا كافي. صورت لك صورت لك طال عمرك نزلت. بس انا عندي واحد في السناب عرضه بس ما ادري منه. والله خير تسمع ان شاء الله ما يتابعنا. انا نزلت طال عمرك طالبين قهوه عربيه. سلمت. ويقوم اللي جنبي طعمك اضربها وتنكب علي. حول والله اجل الرجال يعني مع فوبيا من التصوير عشان الشيء ذا. ها طيب معنا اتصال يا ابجاد. يا ابجاد والله